الجميع يبحث عن علاقة صحية مع الشريك والزوج، لكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون دون شروط معينة. خبراء نفسيون في بحث أمريكي جديد أكدوا أن العلاقة يمكن أن تتأثر بكلمات معينة قد يقولها أحد الشريكين للآخر، كذلك بعض الأمور التي تكون في حياة أحدهم والتي لا يجب أن يعرف بها الطرف الثاني حتى من باب المزاح أو الفضفضة. اليوم رح نتكلم عن 4 أمور لازم تخبيها عن شريك حياتك لحتى تعيش حياة سعيدة مبنية على الحب والاحترام. أولاً الماضي. الماضي عزيزتي هو خاص بك أنت، ممنوع تحكي لشريك حياتك عن ماضيك. ثانياً أهلك، ممنوع تحكي له عن مشاكل أهلك أو مشاكلك أنت مع أهلك، لأنه رح يبطل يحترم أهلك ورح تقللي من قيمتك. ثالثاً لا تحكي له عن أي عيب موجود عندك، مثلاً أنا نصحانة، بشرتي تعبانة، شعري يتساقط، لا تحكي له عن عيوبك. رابعاً الغيرة والحساسية الزايدة عن أي شيء، لا تبكي وتتحسسي من أي موضوع يتكلموا فيه معك، لأنه رح يبطل يحكي لك أي شيء. تجنباً للمشاكل. هناك جانب آخر من القصة، ماذا يجب ألا تقول بمعنى العبارات الخاطئة، وماذا يجب ألا تقول بمعنى ماذا يجب أن تخفي؟ في فرق بين الموضوعين. عموماً سألنا الناس في العراق هل يمكن أن تخفي شيء عن شريك حياتك؟ خلينا نشوف. شنو الشيء اللي ممكن تضمه عن شريك حياتك؟ زين هو اسمه شريك حياة، ليش أضم شيء عليه؟ يعني أنا إذا شخص أنا شاركته حياتي ورح أكمل ويا حياتي، ليش دا أضم عليه أسرار؟ أي ممكن أضم شيء، إذا شيء خاص كلش لازم أضمه، مو كل شيء شريك حياتي لازم يعرفه عني. والله كل شيء لازم ما تحكي له، لأن مو أمان يعيرنا قبل بيها، يعني قبل ينطي بينا أو أقل مشكلة ينحكي علينا بيها. شنو الشيء اللي ممكن تخبيه عن شريك حياتك؟ يعني أنا بصورة عامة ما أخبي شيء عنه، بس مثلا أمور شخصية عائلية تخص عائلتي، يعني أنه لازم تكون بين إطار العائلة فقط، بس الأشياء اللي إحنا لازم نشارك بها أكيد هو عنده علم بها واطلاع. شريك حياتي حتى أنه كل شيء بحياتي يخصني يخصهم. شلون أخفي عن شريك حياتي؟ هو شريك حياتي، ليش أخفي عنه الشيء؟ ما أخفي عنه الشيء، لأن لو أخفي عنه ما سويته شريك بحياتي. فاجأني التعليق الأخير، شلون أخبي عن شريك حياتي؟ بينما السيدة قالت صح في أشياء لازم أخبيها، وأخرى قالت كل شيء لازم أخبيه. عموما خليني أرحب بضيوفي في الاستوديو مرة أخرى، أحمد وإيمان اللي راح يشاركوني في هذه الفقرة المهمة صراحة للمتزوجين وأيضا المقبلين على الزواج. ومن عمان رحب بضيفتي الاستشارية في العلاقات الزوجية والأسرية حنين البطوش. أهلا وسهلا بك حنين ويسعد صباحك. يعني إحنا شفنا هناك فرق بين كلمات المفروض ما أقولها لزوجي حتى من باب المزح أو للشريك، وهناك أشياء أو أساسيات أو حكايات خلينا نقول أو موضوعات مفروض ما أناقشها مع الزوج. خلينا نبدأ بأنه أهمية هذا الموضوع، ليش المفروض أنه المفروض يكون هناك بعض الخصوصية وبعض الكلمات لا تقال بين الزوجين؟ صباح الخير. صباح الخير، يسعد صباحكم. هلا اول شيء بدنا نحط احنا زي خلينا نحكي نقاط رئيسيه او قواعد. هلا ما في شيء احنا مطلوب نحكي وشيء مش مطلوب نحكي، بدنا نحكي احنا مطلوب بالاساس، وهي بتبلش بفتره الخطوبه، انه احنا في اتفاق بده يكون بين الطرفين انه هناك امور بدنا نحكيها لبعض وفي امور ما بدنا نحكيها لبعض. يعني الازواج طبيعتهم كل زوج وزوجته ايش بيكون شخصيته بتختلف عن شريكين اخرين، يعني احنا ما في شيء بدنا نطبقه على الجميع. يعني انا امور ممكن تكون بين احمد وزوجته مثلا، لو حكوا هاي الامور مع بعض لا ما بتسبب مشاكل، هاي الامور لو حكوها شو بصير معهم حتى بالماضي او بالقديم او شو ما صار معهم، لكن في اخرين ممكن هاي الامور ايش قد تعمل
خلافات وتعمل بينهم مشاكل أسرية. زي إيش مثلا؟ لهيك إحنا من الأساس بدنا نحط قاعدة. يعني إحنا مثلا لو أعطينا مثال، مثلا بعض الأمور، مثلا بعض الأزواج مثلا ما عنده مشكلة إنه تحكي له مثلا مشاكل الأهل، مثلا بعض الأزواج لا بتأثر على العلاقة، بتحكي لك أنا بخبي مشاكل أهلي على زوجي. بعض الأزواج هناك بعض الأزواج لا بيستوعبوا هاي المشاكل ووقفوا مع زوجته الزوجة وبيستوعبوها وبيحاولوا أحيانا على مساعدتها في حل هاي الخلافات. فإحنا ما بنطبق القاعدة على الجميع. وأيضا إحنا بدنا نحط نقطة آخر ثانية، إحنا إنه بدنا نبعد إذا شيء بدنا نبعد عنه وما نحكي، اللي هي الأمور التي لا ترضي الله. يعني هاي الأمور أكيد بدها تنطبق على الكل. نعم. الأمور اللي لا أخلاقية كلها إحنا بدنا نبتعد عنها. مزبوط. أيضا مزبوط. النقطة الثانية إحنا اللي بدنا نحكي فيها بدنا نعرف النتائج، الكلام اللي إحنا بدنا نحكيه لبعض، هل هاي النتائج رح تكون تحسن بهاي العلاقة ولا رح تدمر هاي العلاقة؟ نعم. أكيد رح نرجع نتكلم على النتائج هذه وأثر هذا الكلام بين الزوجين وكيف رح يأثر بينهم. ولكن أكيد حبغى أسأل ضيوفي في الاستوديو، هل هناك تحس إنه في بعض الموضوعات المفروض إنه الرجل والمرأة أو الشريكين خلينا نقول يخبوها عن بعض، الأفضل إنه الشريك لا يدري؟ إيش رأيك إيمان؟ أنا بقول القصة أنا جزء منها كمان، مو بس الشريك. أي. كل شيء بحسه أنه خاص فيني وما برتاح أني أحكيه، إذا حكيته رح يطلع لي مشاكل. فإذا أنا حسيت أنه الأمر هذا خاص فيني وما بيأثر عليه، مو شيء هو من حقه أنه يعرفه، لازم ارتاح بهالقصة ومن حقي أني أخبيها. مثل ما ذكر أكثر من مرة، أهلي هدول يعني أنا بفهمهم أكثر وبعرف قصصهم، يمكن إذا شاركت أشياء خليه يطلق أحكام بأوقات أو يخاف من المستقبل يصير شيء مثل اللي هو بيسمعه. مزبوط. فأنا هاد شيء ما رح يريحني. وش كمان لاحظت في ناس قالوا إنه أنا عيوبي أو عيوب مثلا أنا أشوفها في جسمي، إنه المفروض إني مو أقول لزوجي شوف أنا عندي المشكلة الفلانية، شوف أنا ما أحب كده في شكلي أو يعني في جسمي. يعني هاي القصة مثل ما حكينا، إذا أنا حاسس إنه هذا الشيء بيزعجني ما رح أعرف وصله صح. فبالأول بدي زبط حالي من الداخل وأحكي الأشياء اللي أنا مرتاح أني أحكيها، وخلي لإلي الأشياء اللي أنا بعتقد أنها هي خاصة فيني. خاصة أنا فيها. نعم. أحمد أكيد أنا حأخذ رأيك، ولكن خلينا نروح مع رأي الناس في مصر اللي سألناهم هل يمكن أن تخفي شيء عن شريك حياتك؟ خلينا نشوف الأجوبة. والله ما ينفعش حد يخفي طالما في تراحم ما بيننا، يعني في حاجات تعرفها وفي حاجات ما تعرفهاش. لو خبيت حاجة خلاص يبقى كده أول ما يعرف يعرف إن أنت كداب. تخفي ليه؟ اللي بيخفي ده خايف. أي ماضي ممكن يكون مسيء أو مش هو مسيء بس يعني مش لذيذ وممكن تاخد عنه حاجة فكرة وحشة، يعني ده ممكن تخفيه. لو انا عندي اي حاجه طبعا كان فيها سلبيات قبل الجواز ممكن ان انا ما احكيلهاش عليها، ما احكيش عليها. الفلوس، لو عرفت ان في فلوس معايا تنسفها يعني. ممكن المشاكل العائليه اللي بيني وبين اخواتي ممكن اخفيها شويه عن جوزي عشان برضو مش قايلوش الهم اكتر من كده. الماضي وخصوصياتي عامه، انا بحب خصوصياتي ما احكيهاش لاي حد. آراء مختلفة، ولكن معروف إنه الرجل دائما ما يخبي شوية فلوس، يستثمر شوية فلوس من غير علم زوجته، ولا إيش رأيك يا أحمد؟ أكيد 100%. الفلوس ما يقول كل شيء، أو ما يقول راتبه الحقيقي، أو ما يقول إنه بيحوش جزء من الفلوس أو بيشتري حاجة بالفلوس. والله ده بيرجع للعلاقة نفسها أو للشريك. يعني في ناس بتبقى علاقتها مع شريك مفتوحة في موضوع الماديات، في ناس ما بتبقاش مفتوحة. بترجع طبعا الشريك هو بيبقى عامل رئيسي في الموضوع ده. لو الشريك فاتح الموضوع وبيتكلم فيها عادي ما فيش مشاكل، الراجل انا بتكلم من ناحيه الراجل هيبدا يتكلم عادي مش هيبقى شايل. بس لو حس ان الناحيه الثانيه بيقفل او بيخبي طبعا مسيطرة. تبغى كل حاجه وتبغى تاخذ حتى تحويشه العمر، لا اخلي النفس شويه انا 100% للاحتياط. يعني خلينا ارجع لضيفتنا من عمان، نبغى نتكلم عن تداعيات واثر هذا الموضوع على العلاقه الزوجيه، خصوصا لما احيانا تستخدم بعض الكلمات في المزح، تجي عن طريق مزح. يعني مثلا انت يا دبه مثلا، ولا يعايرها بجسمها، او هو هي تعايره بحاجه في شكله وزي كده من باب المزح، بس هي اصلا حقيقه. ايش رايك؟
الأصل بده يكون هناك في حوار ويكون في تواصل من البداية، إنه أنا شو بحب وأنت شو بتحب وأنا شو أكره وأنت شو بتكره. لما إحنا نعرف هاي الأمور عن بعض، ولما كل واحد يعرف شو اللي بيزعله من الطرف الثاني، أكيد رح يتجنب هو يعملها من البداية، لأنه هو لما يعمل ضد رغبة الطرف الثاني، ضد رغبة الشريك، أكيد بده يؤثر على العلاقة الأسرية، ويصير فيها مشاحنات، ويصير فيها توتر، ويصير فيها قلق، ويصير فيها أحيانا بالعلاقة نفور من الطرف الآخر. لهيك إحنا دائما بننصح الأزواج خلينا نحكي الكلمة الطيبة، يعني الكلمة الطيبة يعني صدقة. خلينا نحكي إنه عندنا مثل أردني بالأردن بيحكوا إنه لاقيني ولا تغديني، تمام؟ لأنه الأسلوب، الطريقة، الابتسامة، إحنا أحيانا كثير هذا طبيعي إنه يكون في خلافات ويكون في بالطرف الآخر شيء ما يعجبنا، لكن إحنا اختيارنا للأسلوب المناسب وللطريقة المناسبة وأيضا الوقت المناسب، إنه هذا الشيء ممكن يضايقني، هذا الشيء ممكن يعكر على مزاجي، متى أنا أختار الوقت المناسب وكيف الطريقة؟ أنا ما بروح مثلا ببعث بوقت مثلا هو يكون مثلا مشغول جدا وأنا بدي أجي أحكي معه عن الأمور مثلا اللي هي بتزعلني منه، لا، أنا بدي أختار وقت يكون مناسب للطرفين. وأيضا مثلا في أمور ما بتنحل على عن طريق الهاتف، أو خلينا أحكي عن طريق الواتساب، عن مواقع التواصل الاجتماعي، بدها يكون يعني فيس تو فيس، بدي يكون في حوار، يكون في تواصل لحتى نعرف إحنا متى نحكيها وما نحكيها أمام الأولاد. يعني نصيحتي هي أمام الأولاد، هاي الحوارات، هاي الخلافات. شكرا لك يا حنين، يعني بس عشان الوقت يعني وصلت الرسالة، والمفروض أن يكون هناك قبل الزواج تفاهم ودائما حوار بين الزوجين. شكرا لوجودك معنا اليوم، وأكيد أشكر ضيوفي معايا في الاستوديو اللي شاركوني في هذه الفقرة، وإحنا ما نبغى غير إننا يعني نجيب السلام يعني بين الناس، إن شاء الله كنا مبسوطين مع بعض. شكرا لكم إيمان وأحمد، شكرا.